السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. كنا بنتكلم على ازاي نقيم حالة كاتركت قبل ما ندخلها الـ OR، وبدأنا بالهيستوري، وبعدين هنكمل مع بعض الاكزامينيشن والانفستيجيشن ان شاء الله. اول حاجة في الاكزامينيشن بنتكلم على الـ Uncorrected Visual Acuity والـ Best Corrected والـ Refraction. خلاص، مهم جدا ان احنا نلاقي الكاتركت الموجود عندنا متناسب ولا متوافق مع الفيجن بتاعنا. تاني، يعني لو انا عندي عيان عنده كورتيكال كاتركت، في البداية اتوقع ان ممكن يكون نظره 6/6، 6/9، ده منطقي. خلاص، عيان عنده مثلا نيوكلير كاتركت، ممكن الاقي لسه نظره 6/9، 6/6. خلاص، يعني طالما الكاتركت ما هوش دنس قوي فانا متوقع النظر كويس. كل ما الكاتركت يكون مور دنس كل ما اتوقع النظر يقل، بس مش لدرجة ان النظر يقل عن هاند موشن. اقل نظر يوصله عيان كاتركت هو هاند موشن، فلو لقيت النظر مش ماشي مع الكاتركت ابدأ اشك في حاجة تانية. بس هقول ملحوظة صغيرة، ان البوستيرو بولر كاتركت، انا اسف، البوستيرو سب كابسولار كاتركت بيقلل النظر جامد جدا، يعني بخلاف الكورتيكال والنيوكلير. يعني ممكن تلاقي عين عنده كورتيكال ونظره 6/6 ونيوكلير كاتركت ويعني جريد 2 و3 و4 احيانا كمان، ويكون عنده نظره 6/6، 6/9. لكن بصيره سب كابسولار ان هو قريب من حاجه اسمها النودال بوينت، فبالتالي بيقل النظر جدا. فلازم اخلي بالي هل الكاتركت متوافق مع الفيجن ولا لا. لو في اختلاف ابدا اشك ان اللي عنده ممكن يكون عنده مصيبه تانية، دايابيتك ريتينوباثي، عنده امبليوبيا، الكلام ده مهم. حاجة تانية برضه نبقى عارفينها، يعني ان احنا عارفين ان ال N مع ال M عشان ما ننساش، يعني ان نيوكلير كاتركت بيعمل مايوبيك شيفت، يعني العين ممكن يكون عنده كان نورمال، كان شخص نورمال. يعني ايه شخص نورمال؟ يعني الأشعة، فاكرين، بتتجمع الأشعة المتوازية بتتجمع على الشبكية. لما حصل له نيوكلير كاتركت بدأت اللينس بتاعتنا دي بقت أقوى، بدأت الأشعة مش مجرد بس تتجمع هنا، بدأت تتجمع قدام الشبكية، فالعين ده حصل له حاجة اسمها مايوبيك شيفت، فالبعيد ما عادش شايفه كويس عشان حصل له مايوبيا. تيجي تبص على الريفراكشن بتاعه تلاقيه -3 -4، مع انه ما كانش كده قبل كده. بس خلي بالك، هو البعيد بقى اتجمع على الشبكية، اتجمع قدام الشبكية، القريب ممكن ساعتها يتجمع، يرجع ورا شوية ويتجمع على الشبكية. فعشان كده العين ده يبدأ يحصل له حاجة اسمها second sight. second sight يعني يرجع يشوف القريب تاني كويس، مع انه كان كبر بقى واستعمل نظارة القراية، لكن دلوقتي رجع تاني يشوف القريب كويس، لكن البعيد بقى عنده فيه مشكلة عشان حصل له حاجة اسمها myopic shift. يعني نعديها، مش وقتها، ملهاش علاقة أوي بالعمليات بتاعتنا. الحاجة التانية لازم اخد بالي، هو العين ده sunking lobe ولا لأ. يعني شايفين احيانا الناس الكبار تلاقي العين داخله لجوه غايره لجوه، فلما تيجي انت تشتغل سوبيريو ابروتش بتلاقي الموضوع صعب جدا. الفور هيد ده بيتعبك جدا في الشغل، فاحيانا تبقى انت عارف ان لو سانك جلوب ممكن اروح اشتغل انا تمبورال عشان اخد بالي من القصه، او ان انا ادي العين ده ريترو بالبر انستيزيا بحيث ان هو العين تبقى شيفتد لفوق شويه. بس خلي بالي بس ما يحصلش ربشر جلوب. الليد اطمن العين ده ما عندوش بليفرايتس. لو عنده بليفرايتس لو سمحت عالج العين كويس 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 جدا عشان بعد شهر ما يحصلش اندوفثالمايتس. وبصراحه نصيحه، العيان انت دلوقتي جاي لك عيان عنده بليفرايتس، فما تقولش انا هدي له علاج وبعدين بعد اسبوعين هروح اعمله العمليه. لو سمحت يفضل، معلش هتتعب العيان انا عارف، بس ده لمصلحه العيان، هاته كمان مره قبل ما تعمل له بوكينج، استعمل مثلا علاج 3 اسابيع 4 اسابيع وبعدين اشوفه بقى كويس اعمله البوكينج، احجز له العمليه. ما بقاش كويس العين احيانا ما بيهمل في العلاج، ما خدش العلاج كويس، هيجي لك بنفس الانفكشن، فبالتالي فرصه الاندوفثالمايتس لسه موجوده. فلو سمحت تريت بيفور بوكينج. العين عنده انتروبيون اكتروبيون لاجوفثالموس، عليكم كويس قبل العمليه. الحاجه الثانيه، العين ده افحص الكونجنكتيفا، لا يكون عنده كونجنكتيفايتس، فرصه الانفكشن ان هي تحصل جوه العين اعلى. العين عنده تريجيوم، افكر هل عنده شيلو تريجيوم الاول ولا اعمله الكاتركت الاول. هل التريجيوم نون سيجنيفيكانت فبالتالي اعمله الكاتركت، ولا التريجيوم سيجنيفيكانت فشيله التريجيوم الاول وبعدين استنى شويه بحيث ان انا لما اجي اعمل له بايومتري يكون المقاسات بتاعتي مظبوطه. لازم افكر في الحاجات دي كويس. من الحاجات اللي بتتنسى جدا 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 موضوع الريجيرجي تيست.
اي عيان هيدخل يعمل عملية كاتراكت لازم تحط صبعك، حط كيوتب موجود على المنطقة دي، بحيث ان انا اطمن ان ما فيش ريجيرجيتست. تخيل كل البص ده وانت عامل العيان عملية كاتراكت، فرصة الانفكشن عالية جدا جدا جدا، فما نستقلش في الاماكن المستخبية. ريجيرجيتست ضروري جدا 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 في حالة الكاتراكت. الحاجة التالتة، افحص الكورنيا هل هي كلير ولا لا، عشان ابقى عارف برضو وانا داخل العملية هل العيان ده الكلاريتي بتاع الكورنيا دي تسمح بالعملية ولا لا. في بعض الاوقات يكون الكورنيا مش كلير، فبالتالي الفيكو هيبقى صعب جدا. الاكسترا كابسولار انت ممكن اكسترا كابسولار كاتر اكستراكشن، انت ممكن تفتح بالسيستيتوم كده تعمل كبسولوتومي وتطلع اللينس بتاعتك وتقفل، حتى لو انت مش شايف 100% ممكن تمشي، لكن الفيكو انت محتاج رؤية اوضح. الحاجة التانية الجطاطة، هل عنده فوكس ديستروفي؟ العادي ان الاندوثيليوم بتاعنا بيهيكساجونال الجميل كده، مع السن بعض العيانين اللي عندهم ديستروفي يبدأ الخلايا تقع، وبالتالي يبقى في حتت فاضية كده بيسموها الجطاطة. تيجي تفحصها انت كده بالاستتلام تلاقي حاجات بيسموها كده عاملة زي ما يكون سيلفر بيتن ابيرنس، كأنه كده فضة كده ومدقوق عليها بالشاكوش بالمنظر ده كده. فلازم اخد بالي ضروري جدا، لان اللي عندك كده معناها ان الاندوثيليوم بتاعه ضعيف. فلو انت بدلت باور جامده شويه في الفيكو هتلاقي بعد العمليه كورنيال دي كومبنسيشن. فمهم جدا 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 ان انا اخد بالي، عشان لو لقطها اعمل اللي عندها سبيكولار مايكروسكوبي وافكر تاني هل اعمل له فيكو ولا اعمل له سمول انسيجن ولا اعمل له اكسترا كابسولار. الحاجة التالتة في الكورنيا، اشوف هل في علامات ليزك ولا حاجة ريفراكتيف سيرجي زي ما اتفقنا، تفرق معانا في البايومتري، فلازم اخد بالي من القصة دي جدا. الحاجة التالتة، هل عنده كيبيز ولا لأ؟ هل عنده كيبيز فريش لونها ابيض كده معناه اللي عنده اكتيف يوفيتس، فلازم زي ما اتفقنا نستنى عليه 3 لـ6 شهور لغاية ما العينس يبقى ستيبل، ولا الكيبيز دي بيجمنتد وقديمة. اخد بالي من القصة دي كويس جدا. اجي ابص على العين التانية لقيت عندها المنظر ده، ايه اللي حصل لك؟ والله يا حاجة والله انا كنت عملت عملية وفشلت. العين ده حصل له بولس كيراتوباتي، يعني العين ده حصل له كورنيال دي كومبنسيشن. فهل المشكلة كانت في العملية اللي فاتت ولا هي الكورنيا بتاعتها ضعيفة؟ لا، عيان زي ده يعني يفضل نعملها سبيكولار مايكروسكوبي عشان اطمن ان ما يحصلش نفس اللي حصل في العين التانية. الحاجة التالتة، بص على الاي سي، احيانا الاي سي دي بتكون ضيقة او تشالو. العين مثلا زي ده عنده انتيوميسنت كاتركت، وبالتالي اللينس زقت الايريس قدام وبقت الانجل شالو او الاي سي شالو. خد بالي من القصه دي. الحاجه التانية، هل في سيلز ولا فلير؟ هل في معناه ساينز اوف انفلاميشن؟ هل في ساين اوف يوفيتس؟ تفرق معانا قبل العمليه. ضغط العين اخباره ايه؟ لان ضغط العين عالي، فبالتالي انا محتاج اعمل العين ده العمليه بسرعه، وفي نفس الوقت اديله ميديكال تريتمنت قبل العمليه عشان يقلل ضغط العين. يعني العين ده عنده انتوميسنت كاتركت، ممكن افكر ادي العين ده مانيتول قبل العمليه، ممكن اديله سيداميكس او اسيتازولامايد قبل العمليه. خلاص، دي برضو عيانه مثلا عندها فيكوليتيك جلوكوما محتاجين ادي لها حاجات زي دي، وممكن كمان احيانا يبقى العين ده عنده فيكو يوفيتيك جلوكوما يعني فيكو يوفيتس، بالتالي محتاج اديله ستيرويد قبل العمليه. كل الكلام ده يفرق معاك جدا جدا جدا. وزي ما اتفقنا مع بعض، لو العين اصلا هو جلوكوماتس بيشنت وماشي على علاجات جلوكوما، يبقى لازم اخد بالي ان انا اكد عليه ان هو هيكمل على علاجات الجلوكوما بعد العمليه على طول عادي مفيش مشكله، بس يفضل يجيب ازايز جديده بحيث ان هو ما تبقاش ملوثه. الحاجه اللي بعد كده، بص على الايريس والبيوبل مع بعض، هنتكلم عليهم مع بعض. من الحاجات المشهوره جدا اللي بيسموها التارجت ساين اللي بتحصل مع السود اكسفوليشن، ان الاقي المنظر ده الاقي قشر هنا وبعدين مسافه وبعدين هنا حته كلير وبعد كده بقيت القشر هنا. من حركه الايريس في المكان ده بيبدا ينظف في المكان ده، فبالتالي ما تلاقيش عليه قشر، لكن المكان ده مكان البيوبل فتلاقي عليه قشر، يبقى بيسموها تارجت ساين كده. خلاص، اهو عامله زي ما يكون حد بينشن على حاجه كده، بيسموها تارجت ساين. دي اسمها سودو اكسفوليشن، سودو اكسفوليشن. المنظر اللي قدامنا ده منظر يعني حاجه واضحه جدا اخد بالي منها. ليه؟ لان عين السودو اكسفوليشن ده معظمهم بالذات لما يبقى ادفانسد شويه بيبقى عنده ما بيوسعش كويس، بيبقى عنده بور دايلاتيشن. الحاجه التانية ممكن يبقى معاه زينيوليسيس. الحاجه التالتة ممكن يبقى معاه جلوكوما، فلازم اخد بالي من القصه دي كويس جدا وانا بشتغل. خلي بالك ممكن ما تبقاش الدنيا سهله زي ما انت متصور،
يعني ايه ما تبقاش سهلة زي ما انا متصور. يعني احيانا العيان ده يكون الحاجات اللي انت شايفها دي الداندروف ماتيريال دي تبقى موجودة بس عند البيوبل زي ما انت شايفين بالمنظر ده كده. فخلي بالي ساعتها العيان ده انا ممكن يمس مني الحاجات الصغيرة دي. لا بصراحة دي باينة، انا عارف صح دي باينة، بس انا بس عايز اقولك ان السودو اسفوليشن ممكن تلقطها وهي صغيرة كده على البيوبل كده اتش، تلاقي هنا في حتة داندروف ماتيريال ممكن تبقى صغيرة جدا بالمنظر ده اهو، شايف المنظر ده حاجات بيضة صغيرة جدا 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 يعني تكاد ما تشوفهاش. فلازم اخلي بالي، يعني انا ببقى داخل على العيان اشك ان عنده سودو اكسفوليشن عشان الاقيها. الحاجة التالتة ممكن تاخد بالك منها، مست منك وسعت البيوبل وسع على قده، شايفين منظر البيوبل مش واسع على اخره ولا حاجة بس وسع شوية، اجي ابص الاقي نفس التارجت ساين دي موجودة في الريترو اليومينيشن، شايفين المنظر اهو الحتة دي لونها مختلف، وشايفين القشر اللي موجود في الطرف ده. يعني خلي بالي خلي بالك السودو اكسفوليشن احيانا تلقطه، يعني اوقات كتير القطه بس وانا بعمل ريترو اليمينيشن كده، ابص كده على الفاندس الاقي الريد ريفلكس بالي والاقي في حاجه شكلها غريب، ارجع تاني اقول اه تصدق في سودو اكسفوليشن فاتني. خلي بالي مشهور معاه بور دايلاتيشن زونيوليسيس، ممكن يبقى معاه جلوكوما، فلازم اخلي بالي من القصه دي كويس قوي. الحاجه التانيه لو العند عنده روبيوزس، العند عنده مشكله في الريتنا، فاشوف هوازن بقى هل مثلا اعمل له ليزر ولا ايه قبل العملية، مش عارف اشوف اعمل بسرعة اديله انجكشن معايا او اديله انجكشن قبل العملية. لازم اخد بالي من القصة دي لان العيان ده سهل جدا يدخل في نيو فاسكولار جلوكوما او يحصل له هاي فيما بعد العملية، فلازم اخد بالي من القصة دي كويس اوي. لا عنده تيروكروميا زي اللي بتحصل مع الفوكس تيروكروميك ايريدوسايكلايتس، اخد بالي هل عنده اكتيف انفلاميشن ولا مش اكتيف انفلاميشن، هل اعمل له العملية دلوقتي ولا ما اعملوش العملية دلوقتي، لازم اخد بالي من القصه دي. لو انا عندي بوسيلو ساينيكيا فلازم اخد بالي ان انا لازم افك الساينيكيا كويس، معناها العمليه دي مش هتبقى سهله. يعني لو حد جينيور، يعني برضو من الحاجات اللي مهمه برضو اللي انا اقولها لكم ان انت لو سمحت لو انت جينيور اختار الحاله السهله تشتغلها، ما تحاولش توتر نفسك في حاله صعبه، مش انا عايز اشتغل وخلاص وبالتالي اخد حاله صعبه وبالتالي افقد الثقه في نفسي، يعني لا انا عايزك تاخد حاله تبقى بسيطه بحيث ان شاء الله تتم على خير. الحاجه الثالثه ممكن الاقي عنده شكل فيه ساينز اوف تروما، لو انت شايفين الحاجات الصغيره دي ده عباره عن رابشر سفنكتر صغيره، حتى لو العيان ما قاليش ان عندي تروما. خلي بالك العيان اول ما تقوله انت اتخبطت قبل كده خبطه جامده يقولك ايوه حصل. يعني انا افتكر عيان يعني كان مش عارف يعني عايز يعمل لي تمثال عشان قلت له انت اتخبطت، قال لي انت رابع دكتور اكشف عنده واول دكتور يسالني انت اتخبطت ولا لا، انا فعلا اتخبطت وانا صغير. الحاجات الصغيرة دي تفرق معانا في ايه، ان العين ده ممكن يكون عنده زونيوليسيس مش قصة عشان العين ينبهر، لكن العين ده ممكن يكون عنده زونيوليسيس، يكون عنده بريفرال بريكس من التروما، يكون عنده كرويدال رابشر، الماكيولا تكون افكتد. الحاجات دي مهمة جدا اخد بالي منها، يعني هي بتبقى بتجمع حاجات مع بعضها بتخليك تركز زيادة. ما انت قلت لنا نفحص كل حاجة، ما انا عارف، بس احيانا لما بيكون واضحة قدامك ساين معينة للتروما فبالتالي بتفحص بذمة شوية. الحاجة اللي بعد كده البيوبل رياكشن، لازم يكون البيوبل رياكشن كويس. مفيش عيان حتى لو عنده ماتيور كاتراكت يبقى عنده ريلاتيف افرنت بيلر ديفكت. تاني البيوبل ريفلكس في حالات الكاتراكت الماتيور كاتراكت بيكون كويس، بل قلت لكم قبل كده ان في حاله الماتيور كاتراكت البيوبل ريفلكس بيكون اسرع من العادي كمان، لان اللايت لما بيدخل جوه الكاتراكت بيحصل له تشتت خلاص، بيحصل له ديستراكشن كده ويبدا يدخل جوه الريتنا كلها، يعني مش بس بيدخل على المنطقه اللي دخل عليها اللايت. يعني لو انا بتكلم على عيان اهو ده شخص وعنده اللينس نورمال، فاللايت لما يدخل هينور المنطقه دي وبالتالي يحصل ريفلكس، لكن العيان اللي عنده كاتركت اللايت بيدخل كده وبعدين عشان عنده كاتركت بيبدا يتشتت في الريتنا كلها، فبالتالي عمل استيموليشن لمنطقه كبيره من الريتنا فيبقى البيوبل ريفلكس اسرع. فلما تلاقي البيوبل ريفلكس في ريلاتيف افرنت بيلر ديفكت تعرف ان العيان ده يا عنده ريتنال ديتاتشمنت يا عنده اوبتيك نيوروباثي يا في مصيبه سودة. فلازم اعرف قبل العمليه، لو سمحت انت العيان دلوقتي وانت قبل ما تعمل العمليه انت اللي مالك العيان، لكن بعد العمليه هو العيان هو اللي مالكك. انت ليه انا ما اتحسنتش، انت خدت فلوسي، لكن انت دلوقتي لغايه دلوقتي انت ما خدتش فلوس من العيان. فلازم قبل ما اعمل العيان اقول والله حضرتك انت بور بروجنوزس وبروزها له كده، فساعتها العيان مش هيلومني، لكن بعد العملية وانا بقى عمال ارسم له واقول والله بص انا العيانين بيطلعوا من عندي 6-6 وانت طول العملية عمال تشيل بقى في الكورتكس وتعمل له بولشنج للكبسول وهو اصلا يطلع عنده
مشكلة في الأوبتيك نيرف، لازم أخد بالي من القصة دي. من أكتر الحاجات اللي بننساها بقى حاجتين، يعني بص دول بروزوهم بقى، أكتر حاجتين بننساهم. اسأل نفسك سؤال بعد ما يخلص العيان، هل العيان ده بعد ما أنت فحصته ووسعته، هل هو البيوب بتاعه بيدايليت كويس ولا لأ؟ هل البيوب بتاعه بيوسع كويس ولا لأ؟ هل محتاج أيريس هوكس في العملية ولا لأ؟ ما ننساش، واكتب كده لو سمحت. خلاص والله حضرتك بيوب الدايليتيشن 50%، بيوب الدايليتيشن 60%، لو سمحت أنت يوم العملية انت احيانا العيان بيكون مثلا مش متوسع كويس، فانت ما انتش عارف هو مش متوسع كويس عشان هو كده اخره، ولا هو حطوله بس قطرة مرة بس بره، فانت لو استنيت عليه شوية هيتوسع زيادة. خلي بالي من القصة دي، ليه اصعب الموضوع على نفسي واطول العملية على نفسي واحط ايريس هوكس هو مش محتاج؟ فلازم اخد بالي وانا في الاستراحة، العيان ده انا هحجز له عملية مية بيضة، حطيت له توسيع في حصة الفندس، لو سمحت استنى كمان شوية، استنى كمان 10 دقايق، عايز اطمن البيبل دايلاتيشن اخباره ايه، واكتب والله البيبل دايلاتيشن 60%، البيبل دايلاتيشن 80%، خلاص يبقى العيان ده عارف من قبل العمليه. الحاجه الثانيه الزينيوليسز، هل في العيان ده عنده زينيوليسز ولا لا؟ هعرفها ازاي؟ يقول لك بص ببساطه كده، وانت بتفحص العيان اخبط خبطه كده على الايه، على الترابيزه بتاعتك، وشوف هل اللينس بتتهز والايريس بتتهز ولا لا. مهمه جدا ان انت تعمل الحركه دي. خلاص يبقى انا عندي ما ننساش ان انت تخبط على الترابيزه عشان تشوف هل في اللينس بتتهز ولا لا، عشان ابقى عارف لو في زونيوليسيس لازم اخد بالي هشتغل ازاي، هدخل منين، الدخله بتاعتي فين، الزونيوليسيس اخبارها ايه، سي تي ار هحطها من اول العمليه ولا هحطها بعد العمليه. يعني الحاجات دي مهمه جدا 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 اخد بالي منها قبل العمليه، انت مش عايز في اوضه العمليات يحصل لك مفاجات. انا عارف ان ناس كتير من الدكاتره الكبار بيشتغل العمليه ما شاء الله اول مره يشوف الحاله هو في العمليات، يعني على رأي دكتور عفيفي لما بسألهم تعرف ازاي الجريدنج فترة بيقول لك مع اول خبطة فيكو. ملناش دعوة بالقصة دي، احنا عايزين، احنا ناس لسه بنبتدي، بالتالي احنا عايزين نمشي كلاسيك خلاص، فلازم كل الحاجات دي ما تفاجئش بيها في العملية. يعني مثلا ده عيان، عيانة كانت جاتلي عندها واضح ان عندها نوع من الكاتركت، مش واضح بصراحة كان نوع ايه، لكن شكل الكاترك حتى غريب، يعني مش كمان ما كانش مدي على بوستيرو سب كابسولار، تحسه كان في يعني في النيوكلاس من ورا، كان بصراحه نوع غريب جدا. وسعنا البيوبل لقينا المنظر ده كده، لقينا في حته ناقصه من اللينس، بيسموها لينس كولوبوما، خلي بالك معناها ان غالبا الزنيول في المكان ده ضعيفه، بمعنى ان انا لازم اخلي بالي من القصه دي كويس جدا، العيان يبقى داخل عندي افحص الاكسفوليشن كويس، الحاجات اللي بتتنسى نيو فيسلز انساها، تيروكروميا، ساينيكيا، رابشر سفنكتر، بيبري اكشن، دايليتابل بيبري ولا لا. حاجه تانية فحص اللينس، تايبس اوف كاتركت، هو انه نوع، هل هو من نوع السنايل العادي، هل هو شكل النجمه كده اللي هو روزيت شيب ده، هل تروماتيك، فاخد بالي العيان ده ممكن يكون عنده ار دي ورا، عنده بريكس ورا خلي بالي منها، هل عنده شكله هو ساينيكيا وعنده كاتركت، معناها ده كومبليكيتد كاتركت، يعني العيان ده ممكن يكون اصلا الكومبليكيت كاتريك ريفيتس وعنده جلوكوما، فبالتالي البروجنوز بتاعه مش هيبقى حلو زي حالات السنايل العاديه، او مثلا زي نوع زي ده زي سويسترال كاتريك، يسموه سويسترال كاتريك كونجينيتال وستيشنري مش مؤثر على النظر، فاخد بالي من قصه الكاتريك دي اخبارها ايه. الحاجه الثانيه السنايل كاتريك، زي ما احنا عارفين زي ما قلنا ان السنايل كاتريك ده في منه نوع كورتيكال، في منه نوع بيبقى نيوكليير، في منه نوع بيبقى كورتيكو نيوكلي ريجل الاثنين مع بعض، في نوع بوستيريو سب كابسولار. هعمله جريدنج ازاي بقى؟ في جريد اسمها لوكاس 3، وفي دبليو اتش او عامله كلاسيفيكيشن سهله وبسيطه كده بصراحه عشان برضه يبقى كلامنا واضح. دي اللوكاس، يا نهار ابيض، المفروض دي تبقى موجوده عندك على الموبايل وتبدا تشوف اللون اللي قدامك وتقول ايوه قريب من اللون ده، فبالتالي ده نيوكلير 4 ده على اللوكاس 3 خلاص، لا ده نفس اللون ده يبقى لوك 5، ده نفس اللون ده يبقى 6 خلاص 6. كورتيكال اهو بدا ياخد جزء هنا، كام ساعه، كام كلوك اور كده في الطرف هنا، البوستير سب كابسولر واخد كام ملي، 2 ملي، 1 ملي، 3 ملي، 5 ملي، كام بالظبط، وابدا اقيمها. ده بمعتمد على ان انت دي بتكون مطبوعه عندك في العياده، وبعدين انت بتبص على اللون، ايوه ده يدي جريد كذا. بصراحه من الاخر كده الكورتيكال والسيرو سب كابسولر بصراحه ممكن يفرقوا معاك في النظر، والسيرو سب كابسولر كل ما زاد كل ما الفيجن اتاثر زياده، صح؟ الكورتيكال يعني برضو كل ما زاد كل ما الفيجن اتاثر زياده، بس زي ما احنا اتفقنا السيرو سب كابسولر بياثر على الفيجن اكتر من الكورتيكال لانه قريب من النودال بوينت. من الاخر
يعني العملي ان احنا عايزين نعرف النيوكلير، لان هو على حسب النيوكلير هنحدد هل العملية دي تمشي فيكو ولا محتاجة بالنسبة لنا اكسترا كابسولار او سمول انسيجن. طبعا في ناس من الدكاترة الكبار ما شاء الله اللي هو كل حالاته بيشتغلها فيكو ما شاء الله، يعني كونزيرفاتيف جدا وبيشتغل بشوبينج مثلا او بيشتغل ستوب اند شوب اي حاجة، بس اللي هو ماشي كويس جدا وان شاء الله حالاته تطلع كويسة طبعا. لكن في برضه مازال ان في حالات تبقى براون كاتراكت، في كاتراكتة نجرة جامدة قوي محتاجة سمول انسيجن. بس الشاهد ان انا عايز اقول ان النيوكلير هو اللي بيفرق معانا فعلا في العمليات في الفيكو، فلازم اخد بالي هل هو ده فيكابل ولا لا. يعني من الاخر كده انت تقسيمتك الاساسية فيكابل اور نوت فيكابل، من الاخر كده ده اللي انت عايزه. يعني ممكن انا اختلف اقول ده نيوكلير 3 وحد يقول لي نيوكلير 2، حد يقول له نيوكلير 3 يقول لي لا نيوكلير 4، يعني عارف اللي هو ايه، طالما انت قريب بس مبقاش نيوكلير 1 وانا اقول له نيوكلير 5، في حاجة مش مظبوطة. فاحنا عايزين بس نبقى متفقين، يعني من الاخر كده عايزين نطلع من التقسيمات دي بالجريدنج ده من كلمة واحدة بس، فيكابل اور نون فيكابل. فال WHO عاملة كلاسيفيكيشن سهلة شوية كده، اللي هو حضرتك بص يقولك لو انت شفت الكورتكس هنا لونها اغمق من النيوكلس هنا فدي بيسموها جريد 1، او ممكن يسموها نيوكلير سكليروس. الحاجة التانية لو لقيت اللون بتاع الكورتكس هنا الانتيك كورتيكال زي النيوكلير يبقى دي جريد 2، لو لقيت ده بقى اغمق من الكورتكس معناها ده جريد 3، لو لقيتها بني خالص بقى بيسموها نيوكلير 4. فاهمين الفكرة؟ في الغالب كده البراون كاتركت ده هو ده اللي في الغالب هيحتاج اكسترا كابسولا او سمول انسيجن لو حد مبتدئ، لكن ممكن حد تاني يعمل له فيكو خلاص. لكن يعني احنا على قدنا كده ان ده حضرتك ده بالنسبة لك ده فيكابل، لكن ده في الغالب نون فيكابل بالنسبة لك انت كحد مبتدئ خلاص زي ما اتفقنا مع بعض. فده اللي احنا عايزين نعرفه من الجريدنج. اللي بعد كده زي ما اتفقنا لو انت يومي سنت كاتركت خلي بالي منها ولازم انبه عليها، ودايما لما بتعمل الشيت بتلون حاجات مهمة قوي، خلي بالك اللي عندها انت يومي سنت يعني اللينس سوولين، فسهل جدا اول ما بتيجي تفتح الكبسول تلاقي حصل لك الحاجة المشهورة جدا اللي يسموها ارجنتينيان فلاك. فلازم اخد بالي من القصه دي وانبه على الدكتور بحيث ان انا ياخد بريكوشن بتاعته، يعبي فيسكو كويس، يمسك الكبسوله يفتحها، يعني يفتح فتحه صغيره بحيث ان هو يعملها سبايرال كده، او يعملها يعني يعمل واحده صغيره وبعدين يقفلها وبعدين يفتح الكبسوله كمان مره، بيسموها يعني تو ستيجز كابسولوريكسس. كل الكلام ده مهم جدا، لازم اخلي بالي. ولو سمحت تاني بقى كده عليه، لو انا جينيور ما بدأش بحلقه انتوميسنت حضرتك هتكره حياتك، مش هي دي الحاله اللي تبدا بيها. يعني من اول ما هتلمس الكبسوله حصل لك ارجنتيني انفلاج فانت خلاص انا ما ينفعش في العمليات، لا مش دي الحاله السهله بالنسبه لك خلاص. الحاله فيها زينيوليسيس مش حالتي خلاص، ولا سبلكسيشن. الكلام ده مهم جدا زي ما اتفقنا، اخبط على الترابيزه خلاص عشان اشوف الترقيصه خلاص عشان ما ينساش، اخبط على الترابيزه اشوف هل اللينس فعلا فيها زينيوليسيس ولا لا خلاص. الحاجه التانيه برضو اللي مهمه ان انا اعرفها لكم، انا دلوقتي شفت العين ده عنده ايه، ده عنده ماتيور كاترك صح. لو سمحت خد سيكشن في العين ده، يعني عارف اللي هو حضرتك العين ده انا مش شايف حاجه، فعلا انت مش هتشوف حاجه، بس انا عايزك تبص على النيوكلس، هي مش باينه في الصوره بس انا عايز اقول لك المعلومه. بس حضرتك لما بتلاقي عندي ده وايت كاتركت بيسموه كده احيانا وايت كاتركت او ماتيور كاتركت خلاص، هل حضرتك العين ده انتيوميسنت ولا لا؟ كبر وشوف هل في ووتر فاكيولز موجوده ولا لا، فسميها انتيوميسنت واكتب للدكتور انتيوميسنت كاتركت. كمان الحاجة التانية لو سمحت بص على النيوكليس، هل هي نيوكلير 4 ولا مفيش نيوكليس؟ اعرفها منين من اللون؟ انا لقيت لون بني فاقول للدكتور خلي بالك اللون ده لون بني، بالتالي العملية دي تبقى صعبة، يعني اللي عنده ممكن يشتغلوه سمول انسيجن او اكسترا كابسولر. لكن لو هي ان 2 خلاص سهلة ان شاء الله تكمل فيكو. فيبقى بالنسبة لنا مهم جدا ان انت حتى لو لقيت ماتيور كاتركت لو سمحت ما تنساش وبص على النيوكليس، هل في زينيوليسز؟ هل دي هنعرف ان نثبتها بسي تي ار او موديفايد سي تي ار، ولا محتاجين لها بقى نشيلها ونعملها لينسكتومي؟ الكلام ده كله مهم جدا خلاص. حاله زي دي كده اللي بيسموها مورجاجنيان كاتركت خلاص، حصل ليكوفاكشن للكبسول انا اسف للكورتكس ونيوكلاس غسل لتحت خلاص. العمليه دي بتبقى صعبه برضو، مش دي حاله الجينيو. مجرد ما بتفتح الليكوفايد ماتيريال دي بتقعد تفضى لغايه ما يبقى لك القرص الصغير ده، فبالتالي لما تيجي تمسكه انت بالفيكو ممكن يفتح الكبسول، فلازم اخلي بالي من القصه دي كويس جدا خلاص. يعني ده اعلم والله حضرتك ده
مورجاج نيان كاتركت، فبالتالي حضرتك ده السينيور اللي هيشتغله او السبيشالست هو اللي هيشتغله. الحاجه اللي بعد كده برضو من الحاجات التريكات موضوع اللينس بتاعتنا، ان في كاتركت بيبقى شكله كده على البوستيرور كبسول، ويبقى شكله عامل زي اونيون شيب كده، ده بيسموه بوستيرور بولر كاتركت. البوستيرور بولر كاتركت ايه مشكله البوستيرور بولر؟ ان احيانا بيكون البوستيرور كبسول رفيع جدا، فتلت الحالات ممكن الكبسوله هتفتح وانت في العمليات، ولو انت مش مركز ممكن يحصل نيوكليس دروب، فلازم اخلي بالي. اهم معلومه ان احنا اللي عندنا ممنوع ممنوع نعمل له هايدرو ديسكشن، ما دخلش فلويد هنا هيروح يفتح البوستيرو كبسول، فبالتالي لازم اخد بالي. فبالتالي وانا بفحص العيان، انا افحص العيان لقيت عنده كاتركت عادي خلاص، لا لقيت عنده انتوميسن تحط عليه علامه، بوستيرو بولر كاتركت تحط عليه علامتين ثلاثه اربعه، عشان الدكتور وهو بيشتغل لو اشتغل الحاله دي كالمعتاد. خلي بالك هقول لك على حاجه تانية، اللي عنده بصير بولر كاتركت خلاص، وانت كتبت في الفايل بتاعه ان اللي عنده بصير بولر كاتركت، وبعدين بعد اللي عنده كان نظره حلو مثلا ساعتها، او اللي عنده اهمل شويه وبعدين جاي لك بماتيور كاتركت بعدها، لو انت مش عامل علامه هنا ان اللي عنده بصير بولر كاتركت واشتغلته كانه كاتركت عادي وعملت شويه بصير هيدرو، انا اسف هيدرو ديسكشن، هيحصل بوستيرور كابسولار تير او رابشر. فلازم خلي بالي المعلومات المهمه لازم تبروزها وانت بتفحص العيان، عشان ما تبقاش حاجه تمس منك مرات بعد كده. شايفين مثلا عيان ده، ادي الكبسوله، ادي الكورتكس اهو، وده اللون تقريبا ممكن نقول ان هما زي بعض، يبقى مثلا ممكن نقدر نقول عنده نيوكلير جريد 2 مثلا. هنا الكورتكس اهي وده لون غامق خلاص وشكله مدي على بني، فممكن اسميها نيوكلير 4 او ممكن تقولي نيوكلير 3 بس هي اكتر براون، فده مثلا ممكن اسميها نيوكلير 4. انا قلت نطبق كده. شايفين ده هنا، ده اغمق من ده شويه، ممكن اسمي ده نيوكلير 2 او ممكن اسميها نيوكلير 1. احنا قلنا اتفقنا كل ما انت تبقى ماشي عشان ما تلخبطش، حد يقول لك نيوكلير 2 نيوكلير 1 مش هنختلف، فيكابل خلاص، فيكابل خلاص كويس. شايفين دي؟ لا دي براون، دي براون، دي نيوكلير 4، دي صعبه شويه خلاص. يعني انا بالنسبه لي مثلا اقول والله نشغلها اكسترا كابسولر، حد تاني بروفيشنال هيقول لك هشغلها دي فيكو ما فيش فيها مشكله، بس خلاص كل واحد عارف الامكانيات ماشيه ازاي. ده مثلا اللون ده هو اللون ده نيوكلير 2 مثلا خلاص كويس. هنا شايفين الكورتكس اغمق من ده، ده ممكن يكون عليها ان اس دي نيوكلير سكليروزس او نورمال ما فيهاش مشكله. شايفين ده مثلا هنا اغمق من ده او يعتبر قريبين من نفسه، يبقى ده مثلا نيوكلير 2، يبقى ده كلام مهم بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه بفحص الفندس، اشوف هل في ريتنال بريكس، هل في دايابيتيك ريتينوباثي، فاقول عندها انت مش هتتحسن بعد العمليه او هنحتاج انجكشن جوه العمليه، هل عنده ايدج ريليتد ماكرو ديجنريشن وعنده جيوغرافيك اتروفي، فبالتالي البروجنوز بتاعه وحش. احيانا خلي بالك العيان، انا افتكر عيان كان جينا المستشفى وقعد يتحايل على كل واحد في المستشفى يمكن خلاص، العيان عنده جيوغرافيك اتروفي وحد من الزملاء قال له ان انت عندك ميه بيضة، مسك في الكلمه خلاص انت عندك ميه بيضة، اعملوا لي الميه البيضة عشان خاطر يعملوا الميه البيضة، ولا نظر وهاند موشن والكاتركت نيوكلير 1 ولا نيوكلير 2، النظر مش ماشي مع الفيجن، بالتالي لو انا عملت العند عمليه مش هيتحسن، بالتالي حتى لو اتحايل عليك بور بروجنوزس خلاص. وبعدها لو حصل مشكله انفكشن هيقول لك ليه عملت العمليه اصلا خلاص. طب الحاجه الثانيه، افرض العند عنده ماتيور كاتركت او فيري دنس كاتركت وانت مش شايف الفندس، يبقى انا مضطر عايز اعمل حاجتين بصراحه، عايز اطمن على الاناتومي بتاعي، عايز اطمن على حاجتين اناتومي، وعايز اطمن على الفسيولوجيا، اطمن على الفانكشن. هطمن على الاناتومي ازاي؟ اعمل بي سكان اشوف هل الريتنا في مكانها ولا لا، ولا في ريتنا ديتشمنت ولا لا، هتفرق معايا جدا. الحاجه الثانيه عايز اطمن على الفانكشن، هعرف ازاي الفانكشن بتاع الريتنا دي شغال ولا لا، اعمل بيبر ريفلكس، لو الريتنا شغاله والاوبتيك نيرف شغال فان شاء الله البيبر فليكس هيشتغل كويس. الحاجه الثانيه اطمن على الكالر فيجن، ما حضرتك لو الماكولا، الماكولا هي اللي فيها الكونز هي المسؤوله عن الكالر فيجن، فبالتالي لو شاف الالوان بالتالي يبقى نظره كويس. طب انا هشوف له الالوان ازاي وهو اصلا ما بيشوفش كويس؟ ده هو هاند موشن، احط له مثلا النور لونه اخضر، نور لونه احمر، نور لونه ازرق، عارفين اللي هو في صندوق العلامات هتلاقي فيه اللي هو بتاع ريد جرين فلتر ده، تحط له ريد وتحط وراها كشاف وتقول له اللون ده ايه، اخضر احمر، لو قالهم كويس فان شاء الله ان شاء الله تقول عندها ان شاء الله باذن الله نتوقع ان الشبكية تكون كويسة، ولكن ممكن اكتب جنبها ان عندها جاردد بروجنوز، ما انا مش عارف ايه اللي ورا القصة دي.
خلاص. لكن في الغالب لما هتلاقي كل الأشعة دي نورمال إن شاء الله عندها هيكون نورمال. هنقف لغاية هنا ونكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي، يكون فيديو قصير بس عشان ما نطولش الفيديو أكتر من كده. السلام عليكم.